لانه اللي مسؤول بشكل اساسي كمان عن انها ان شاء الله هتخرج من الميناء وهنبقى بنستخدمها هو رئيس هيئه الانفاق لواء عصام والي. رحب بحضرتك معانا يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا اهلا بحضرتك. احنا شفنا النهارده الاجهزه، شفنا الوحدات اللي هتدخل وان شاء الله هنستخدمها قريبا. الهيئه دلوقتي وقعت اتفاقات، شفنا الاتفاقات دي تمت الاسبوع اللي فات، الحاجات دي وهي موجوده النهارده احنا في انهي مرحله وهي موجوده عندنا دلوقتي في الميناء؟ اولا متشكر على المداخله والتقديم. شرفني يا فندم. اولا احنا عندنا بصفه عامه عندنا مخطط استراتيجي كبير جدا. ايوه. للنقل سواء الحضري او النقل الاقليمي، بمعنى ان احنا كهيئه قوميه للانفاق ودوله توسعنا في شبكات المترو ودخلنا وسائل جرى كهربائيه جديده لاول مره تدخل في مصر، من ضمنها المونوريل اللي سياده الرئيس شرفنا النهارده بتدشين اول وحدتين منه. المونوريل ده احد الوسائل النقل داخل المدن، هو احدث وسيله موجوده في العالم دلوقتي. أيوه. كثافه معينه بتتراوح من 15,000 راكب ساعة اتجاه إلى 45,000 راكب ساعة اتجاه. الوحدات المتحركة دي أو المونوريل ده ليه طبيعة خاصة، إن هو وحدة كهربائية دار كهربائي صديقة للبيئة، بتمشي على مسار أحادي السكة، عشان كده بنسميه مونوريل. أيوه. بدون سائق، بيتم التحكم فيه مركزيا عبر سلسلة من مراكز التحكم والسيطرة الآلية. معاملات الأمان فيها عالية جدا، مجهز بكافة وسائل الأمان سواء والاتصالات سواء الواي فاي سواء كاميرات مراقبة السكة أو كاميرات داخلية للعربيات، مجهز لأهالينا من ذوي الهمم بكافة الأشكال. وسائل الاتصال موجودة بصفة عامة. القطار ده على مستوى الوحدات المتحركة. على مستوى المشروع احنا عندنا خطين كبار، خط من محطة الاستاد بيربط مع الخط الثالث بيتجه الى مدينة نصر وشرق القاهرة والقاهرة الجديدة وصولا الى العاصمة الادارية. ده يعتبر من اطول الخطوط في العالم لانه طوله حوالي 56 كيلو. في خط تاني في مدينة السادس من اكتوبر. 56 كيلو. الخط الثاني من 6 اكتوبر من المنطقه الصناعيه بياخد كل التجمعات اللي في 6 اكتوبر والشيخ زايد والكلام ده كله، بيمشي مع المحور ده اللي شغالين عليه دلوقتي، اللي احنا بنشوف الاعمده بتاعته على 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 طريق المحور كله. احنا شغالين في الاثنين. احنا حاليا شغالين في الاثنين لغايه ما يوصل برضه يربط مع الخط الثالث للمترو في وادي النيل. اذا احنا بنتكلم على شبكه متطورة صديقة للبيئة ذكية، بحيث ان انا التارجت او الهدف بتاعنا ان احنا بدل ما بننقل النهاردة حوالي 2.5 مليون راكب يوميا، احنا باستكمال هذه الشبكة احنا نقدر نوصل ل 9 مليون في القاهرة او التجمعات العمرانية او السكنية المحيطة ودي شبكة.